أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال نهار اليوم. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال نهار اليوم، حيث تسود الأجواء المستقرة والصافية 28 درجة مئوية، الملموسة 26، الرطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم. نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكة طقس صافي 20 إلى 11، عرار 19 إلى 9، وتبوك 21 إلى 10 درجات مئوية. المنطقة الغربية، المدينة المنورة طقس صافي 34 إلى 20، جدة أتربة مثارة 29 إلى 22، مكة المكرمة 34 إلى 19، والطائف 30 إلى 19 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 26 إلى 14، أبها 27 إلى 12، وجازان 32 إلى 26 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام 38 إلى 18، حفر الباطن 30 إلى 14، والإحساء 41 إلى 18 درجة مئوية. المنطقة الوسطى، الرياض 39 إلى 19، بريدة 30 إلى 14، وحائل 22 إلى 11 درجة مئوية مع طقس صافي بالمجمل. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.